اليوم أنا فخور بهذا الإنجاز اللي هو في 6 شهور فقط عملنا واحد الاستثمار ديال 40 مليون ديال الدرهم ودخلنا 50 ديال الناس اللي تيشتغلوا اليوم في هذه المؤسسة ديال فاتير في محمدية واللي تتخلينا اليوم بهذا الاستثمار تنكونوا أول مؤسسة اللي يمكن لها تصنع المواد التنظيف اللي هي ليكيد. هذه المواد التنظيف اللي هي ليكيد يمكن لها تكون في عدد ديال 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 المنتجات بحال الجبل ولكن ايضا المنظفات بصفه عامه ديال المنزل. هذه المؤسسه اليوم هي كلها مؤسسه لمسيره من طرف مغاربه واللي اليوم عندها واحد حصه السوق اللي هي مهمه خاصه في مواد ديال الجبل واللي تتخلينا نشوفوا المستقبل بطريقه ايجابيه. هذه المؤسسه اليوم او هذا المصنع سميناه لوغون فيليب اللي هو اسم المدير العام ديال المؤسسه ديال المغرب ديال مؤسسه بروكتر اند جامبل من 91 95 واللي كان جاب عدد كبير من المغاربه في عدد من المدرسات العليا واللي نجحوا في حياتهم واللي بغينا نشكروه على هذا العمل اللي دار في المغرب واللي من بعد اصبح رئيس لمؤسسه بروكتر اند جامبل العالميه. اذا فخور جدا بهذا الانجاز واتمنى ان شاء الله انه يبقى الاقتصاد المغربي يطلع من بعد هاد المشاكل ديال كوفيد اللي احنا عايشينها ولكن احنا متفائلين ان شاء الله حيث انه غادي نزيدوا باش نكبروا ونزيدوا باش نخلقوا فرص عمل للشباب المغاربه.